الحضور ديالي في مهرجان مراكش هو الحضور بمناسبة عرض فيلم دادوس في ساحة جامع الفنا، وبسبب الظروف ديال الحرب اللي كاينة في غزة احنا متفقين مع الفكرة ان الفيلم تحيد. بيان سور كندوزو اجواء جد مهمة في مهرجان اللي هما لي ماستر كلاس، اللي هما لي فيلم اللي كيجيو من ثقافات مختلفة، أو الأفلام الوطنية المغربية اللي هي أفلام رائعة وشفتها وتمتعنا بها. دونك فوالا كنديرو دي ماستر كلاس، كنديرو بزاف الحوايج زوينين فيهم الثقافة، فيهم المعرفة، فيهم لو بارتاج. دونك ما يمكن لي نقول على هاد العرس السينمائي غير أنه غزال. فوالا كيعني لنا بان الحمد لله السينما المغربيه ديالنا غدا وكتزيد القدام، وان عندنا مخرجين اللي نفتخروا بهم، وان عندنا ممثلين اللي نفتخروا بهم، ان عندنا تقنيين اللي نفتخروا بهم. كيخصنا غير نديروا يد في يد ونكتبوا دي سيناريو في مستوى باش نقدروا نزيدوا نطوروا مازال مزيان. هو المسلسل مكتوب بطريقه جميله جدا. المشاهد يعني المشاهد اللي كاينه في السيناريو مشاهد جد زوينه، وكيفاش متنسقه لا ناراسيون ديال ليستواغ مزيانه. الحمد لله لو بيرسوناج ديال زهره لقى واحد الاقبال زوين عند الناس وحسوا به بزاف. الديو ديالي انا وسلوى الصداقه ديالنا دي سيكونس كانوا فيهم الضحك، داكشي البنات اللي كيدوزوا في الدار بحال خواتات، بحال سي دي مومون زوينين لقاو اقبال عند الناس. والحمد لله هادشي ما كيفرحنا غير اننا رحنا غاديين كنديروا شي حوايج زوينين اللي كيعجبوا الناس. ما درتش الدعايه، لا ما درتش الدعايه، ماشي ما نديرش الدعايه، هذاك البروجي سي مون بيبي اوسي. راه انا حتى انا تقاتلت على داك لو بيرسوناج، راه شديت في يد بعض في لي كوميديان اللي معايا باش نقدو نكونوا على اوتور كلنا، راه سهرنا عليه، راه قريناه، خدمناه بقلبنا، لي بيرسوناج تراسيناهم بكل صدق. ما يمكنش يدوز زعما وما نحسو بوالو ولا، وخصوصا هاد العذاب وهادشي اللي دوزنا تا ابار الابداع وداكشي تا المشاكل مع شركه الانتاج وهادشي، هادشي كله ضغوطات نفسيه اللي دوزناهم. هاد لو بروجي سي امبوسيبل اللي يدوز هكاك زعما تا عندنا تا علينا. الوغ ملي كيبارطاجيو معنا لي فان شي حاجه وكتعجبهم شي حاجه راه ما نقدوش ما نبارطاجيوهاش. راه حتى حنا دوك لي سيكونس كنحسو بهم، راه تفرجنا في دي مومون راه تنقولوا سي دوماج. ان ملي كدوي على حقك كتولي ما مزيانش. كانت العلاقه في اجواء التصوير كانت علاقه جد طيبه وفيها تعاون وفيها احترام وفيها كل شيء كان مزيان الحمد لله. بيننا وبين الممثلين كانت الامور كلها جد 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 مزيانه الحمد لله. حتى الممثلين ما عندناش مشاكل، وحتى حنا وشركات الانتاج الاخرين ما عندناش مشاكل. حنا راه الحمد لله كلشي كيعرفنا وكلشي خدم معنا، سي لا بروميير فوا كسانوز اريف هادشي كيوقع لينا بحال هادشي. مي بون عندي تصوير ديال مسلسل قريبا ان شاء الله، وكاين واحد المسلسل ديال الحال الماضي للقناه الثانيه. جو بونس غادي يدوز واقيلا في رمضان، كنظن حيدوز واقيلا في رمضان ان شاء الله. نتمنوا الخير، الله يحفظكم. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.